الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد جدا بتعريفي سعيد النبي بمعرفتي بمياه، وكنت أعرف بعض أبنائها من جمود الفترة. كان اسمه هو صح كده؟ أوسو فرانس. سعيد جدا بزيارتي لكردستان العراق، زيارتي المكتب وصحبتي الأخ غازي، وأكثر أيام سعادتي أو لحظات سعادتي مش أنتوا اللي جوه في الرقم، وأنا صراحة بحيي الشباب اللي جوه الدرجة الأولى، وأنتوا بتيجوا بعدين، اسمح لكم أنكم تتحدثوا كده؟ 100%. أحد أهم أسباب نجاح المؤسسات هو إيمان العاملين بها بمؤسستها، وتجد أن بعض العاملين يتفانون تفانيا غير عادي لبناء والدفاع عن مؤسستهم، حتى ولم يكونوا في الإدارة العليا، حتى ولو كانوا حراس سكيورتي كلينرز منظفين اي وظيفه. اذا احب الانسان مؤسسته بناها وجعل لها عوامل استقرار، اذا احبت المراه زوجها او احب الزوج امراته بنوا اسره مستقره. والحب مش في جمال الوجه او خفه الدم، الحب هو في المشاركة في بناء مستقبل الأجيال، لما أبنائك أو أبنائك وبناتك أو بناتك. الحب متنوع بأشكال كثيرة جدا جدا جدا، يوصل إلى درجة التفادي والتضحية وحتى بذل الحياة من أجل من نحبه، صح؟ فإذا أحبينا مؤسستنا استطعنا أن نبنيها ونحافظ على مسيرتها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا قادر على أن أبقي المؤسسة بتاعتي. كيف؟ في عدد الساعات المؤثرة التي أقضيها داخل المؤسسة. لما كنا امبارح في ورشة العمل أحد المؤسسات اسمها ركيزة كان بيراقب الموظفين ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. يلاقيه هو قاعد في المكتب شغال على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وبتاع، ده ساعة ولا ساعتين. حرام، ده شرعا حرام. لأن أنا مدفوع أجري 8 ساعات ولا 10 ساعات علشان أنتج شيء. ممكن أنا في البيت أعمل سوشيال ميديا أعمل الحاجات دي كلها. ما حبكتش بقى وأنا قاعد في المكتب أشتغل عليها. بالك معاك بتتحكم هذا من الاسمين خلاص اجيتوا عليك الحل. انا بتحكم ده انت عصايه ان شاء الله، انت واحد منهم ان شاء الله، اعمل ان شاء الله انت اللي خبط الارواح هذا دور الارواح الله اعمل عندنا وكاني عطيتك السريعه. احنا اللي هننجح المؤسسه، مش الدعم الخارجي، مش الدعم الدولي. الدعم الخارجي والدعم الدولي موقوت ومشروط ومضيع في كثير من الاحيان للهويه والقيم والاخلاق والفلسفه والعقيده والثقافه. ليه؟ لان بيجي لك الداعم بما عنده من ثقافه وقيم واخلاق، وانت مضطر تاخد ايه؟ الفلوس. وفي بعض الأحيان يبدأ التنازل درجة 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 درجة، لا أنت تغير قيم وأخلاقيات المؤسسة لأنك معتمد فقط على الدعم الخارجي. فاللي يعتمد على الدعم الخارجي فقط بيطعن نفسه أو نفسها في مقتل. حذاري إنك تفرحوا بالملايين وأنتوا عندكم القدرة على وجود دعم آخر.
أنا لا أقول لا تأخذ مال من المؤسسات الدولية، لكن وأنت تأخذ مال لا تعتمد عليه كلياً. لكن علينا أن نعمل تعددية في مصادر الدعم. تعددية في مصادر الدعم. الآن أصبح في التعددية دي وسيلة ومندوحة بعد الثورة المعلوماتية التكنولوجية وخروج منصات التواصل الاجتماعي ووجود المؤثرين. وكنا لسه بنتكلم عن هيمن أبيل من نصف ساعة عن الكتالوج بتاع المشاريع بتاعتنا اللي يخلينا كلنا، شوف بقى الحتة كلنا دي، كلنا اسمك ايه؟ سوما. سوما ليه؟ سموك سوما ليه؟ اه وانت ايه؟ ياسمين برضك ياسمين ليه؟ ياسمين. وياسمين ليه؟ وردة يعني. والله انت وردة؟ وردة جزائرية. على اسم زهرة ياسمين. اه يا ست. وانت بقى بالمرة؟ إيمان. ايه؟ إيمان. إيمان. وانت اسمك ايه؟ خوزان. خو ولا هو؟ خو. هو هو. انت الهوزان الكبير. المهم كل واحد مننا يصبح فاندريزر. كل واحد منا حتى في الداخل يصبح انفلونسر. بمعنى ايه؟ لو حبينا المؤسسه وكان عندنا طريقه ماليه نحط المشاريع بتاعتنا وكل تواصلاتنا او جزء كبير جدا من تواصلاتنا على السوشيال ميديا لكل تسويق المؤسسه حتى ابنائنا. تخيل لما يكون في موظف واحد في المؤسسه مسؤول عن التواصل الاجتماعي مثلا انستجرام وتويتر وكذا وكذا وكذا، وانا عندي 50 موظف، وال 50 موظف عندهم يمكن 200 300 طفل. تخيل لو ال 300 دول او 400 دول اشتغلوا على كل واحد فيهم على مشروع. هم قاعدين في البيت بس ربع ساعه كل يوم. وكل واحد من دول عنده مثلا 100 ولا 200 ولا 300 ولا 500 متابع. وكل المتابعين دول عندهم اصدقاء. فتخيل دول نحن في تنمية موارد المؤسسة هيكون ايه؟ دول نحن في استقرار المؤسسة هيكون ايه؟ دول نحن في نشر فكر المؤسسة هيكون ايه؟ دول نحن في مساعدة أعداد أكبر من المحتاجين هيكون ايه؟ كلنا دور. فمن أحب المؤسسة أو أحب زوجته أو أحب زوجها بنت أسرة قوية تستطيع من خلالها أن تخرج أطفال بسم الله ما شاء الله قادر المصح. ليه؟ لأن الحب هنا قائم على بناء. لذلك أنت تدخل بيقول لك إيه؟ البناء. يعني أنا اتجوزت أبني إيه؟ أنا اتجوزت خلاص. فكلمة بناء، بناء الأسرة. بناء المجتمع اللي بيبدأ بالأسرة. فلذلك أول نقطة نسأل فيها أنفسنا في الدوائر المالية. هي تعدد مصادر الدعم بلغات مختلفة، بالعربي، بالكردي، بالإنجليزي، بالفرنساوي، بأي لغة، وتفتح هذه المنصات على العالم كله. ونحن كل واحد فينا هيسمي نفسه مؤثر، لأن كل واحد فينا عنده 200 ولا 350 متابع. الموضوع ده سهل. بلك بتقول لأولادك عشان يحبوا المؤسسة، لأن لو زوجتك اسمك ايه؟ بروة يعني مؤمن. بروة ده اسم تركي؟ نعم. بروة، برذر بروة، الأخ بروة. تخيل لو أنت زوجتك حبت المؤسسة أو بنتك حبت المؤسسة هتبقى تدفعك للعمل أكتر وتتنازل عن جزء من وقتها اللي أنت بتقضيه معاها. كذلك في الداخل، قد يكون الداخل أصعب شوية، لكن على حسب المتاح. لكن ما احنا مش عايزين نوصل لمرحلة إن أصل خلاص بقى دلوقتي اليو إن ماشية، أوكسفام ماشي، سيف ذا تشيلدرن ماشي، وكده انترناشونال ماشية، والدراسة الإسلامية مشيت، وده مشي وده مشي، أنا هروح فين؟ لا مش هنروح، احنا قاعدين. فلابد إن أنا أحول الطاقات البشرية ها اللي هي تعتبر opportunities الى ايه؟
قوة. كان عندنا أول جلسة في الورشة أول أمس، مش أمس، أول أمس، اللي هي السوات أناليسيس، اللي هي مصادر القوة والفرص، التهديدات والثريتس اللي هو المخاطر. لابد أن أحول حتى المخاطر أحوله لفرصة. وانتوا يا اخوات ويا اخوه اللي في الداخل السوري، والله عندكم افكار مش موجوده هنا، ولا موجوده في لندن، ولا موجوده في باريس، ولا موجوده في نيويورك، ولا موجوده في روما، ولا موجوده في الرياض ولا الكويت ولا كذا ولا كذا ولا كذا. في ناس كتير جدا بتحل مشاكلها بالفلوس، في ناس بتحل مشاكلها بالعقول. اخواننا في الداخل السوري احسن ناس يحلوا مشاكلنا بالعقول، لأن الحاجة أم الإيه؟ الاختراع. وأنتم أقرب الناس لحاجة الناس إلى مساعدتنا. ونأخذ منكم الأفكار التي نسير بها ونتوج بها المؤسسة إلى آخره. وفي العمل الإنساني حذاري، أنا أتكلم عن نفسي، حذاري أن أحبط، وحذاري أن تعتقد أو تعتقدي ان انت هتحل مشاكل العالم كله. اصل في الحسكه مش عارف في كام الف نازح في الحسكه، كم الف نازح؟ على الاقل في 50,000. 50,000. وفي دير الزور ما اكثر، عشان عندي في المنطقه بتاعتي يمكن نص مليون. انت مالك بالنص مليون؟ اذا كان ربنا قال لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تقدر تشيل خمسه شيل خمسه، تقدر تشيل 10 شيل 10، لا تشيل ألف شيل ألف. لكن هنقول أنا مسؤول عن 100 مليون؟ لا، مش مسؤول أنت، ما ربنا عامل إيه لنا يعني. أنت تقول يعني، مرة أحد بدون ذكر اسم الرئيس بيقول وهو في وسط بعض المشايخ، أنا مسؤول إن أنا أكل 70 مليون. رد عليه الشيخ الشعراوي، أنت مين أنت؟ أنت ربنا؟ ربنا هو اللي بيرزقهم. الراجل سكت، كان على الهوا. 70 مليون إيه؟ أنت مالك؟ أنا مش أنا صحيح. الله يرزق ويطعم ويكسب ويأوي، أنت مجرد أداة. ده رئيس الجمهورية مش لينا إحنا. فأنا في الداخل السوري في الشمال الشرقي عندي يمكن مليون نازح، لكن أنا قدرتي في 1000. خلاص عندي 15 أو 20 ومنطقة غرفية، أنا قدرتي إن أنا أشرف منطقتين ثلاثة. خلاص ولا ما ربنا حط لك كلمة في نفسي نفسها ليه؟ ها؟ حطها ليه؟ عشان انا اعمل الشيء اللي انا مش قادر اعمله؟ ولا عشان اعمل الشيء اللي ربنا ان انا قادر وربنا عارف ان انا اقدر اعمله؟ دي نمرة واحد. لكن لو انت حطيت نفسك على ان انت عايز تحل مشاكل الكون مش هتحل. هنعيش محبطين. فلا بد ان نكون واقعيين. انا كنت بتكلم في الجلسة اللي فاتت مع الهيمن أبيل عن كيف بدأنا. طبعاً يا اخواننا اللي في الداخل لا شيء، مفيش ميزانيه، مفيش مكتب، مفيش استراتيجيه، مفيش موظفين خالص، انما هي فكره. كان شخصين 20 قرش من شاب من طفل صغير عنده بتاع الشوكولاته بتاعته، وبعدين مبلغ سنت بسيط. ده فين؟ في بريطانيا. ما كانش حد فينا يعرف يعني ايه عمل انسان. وانا بتكلم عن نفسي، وانا مسؤول ايه؟ انا مسؤول عن نفسي، انا عنك مسؤول عن نفسي، بعد كده هكون مسؤول عنك، بس انا محافظ قدام ربنا هقف عن نفسي مش عنك. مفيش مفيش مجموعه اللي مفيش عملوا الفيش بالهاشتاج ده، تعرف يا جماعه بتوع الحسكه جوه، مجموعه اللي مفيش عملوا الفيش، عملوا هاشتاج وادوني الفلوس بتاعتكم. فلذلك اهم شيء في النجاح انك تؤمن انك تستطيع ان تنجح حتى ولو تاخر النجاح، حتى ولو فشلنا مره واثنين وثلاثه، حتى ولو واجهنا صعاب، لكن كلنا نمشي في نفس المسيره. لما نقول ان عندنا ازمه ماديه يبقى كلنا ماشي اتجاه حل الازمه الماديه من خلال عطائه او عطائه.
واضح. ومن الان او من قبل كده يا رب القضيه، يعني علاقتي بالقضيه السوريه من 2011 كان عندنا حاجه اسمها المنتدى الانساني، كان علاقتي قويه جدا مع الجامعه العربيه من الامين العام ربنا يمسيه بالخير اللي هو عمرو موسى، للنائب بكذا احمد الحلي، احمد بن حلي، احمد حلي كان تونسي اعتقد، والمكاتب الاخرى. فنزلت كنت جاي من كينيا شهر يوليو جاي من كينيا، وخدت التاكسي مباشره على الجامعه العربيه عشان اقابل المسؤوله عن قطاع الاغاثه، اقول لها كانت اردنيه يعني اسمها سيما بحوث، الدكتور سيما بحوث راح بعد كده الامم المتحده، عايزين مؤتمر لسوريا في شهر كام؟ يوليو 2011. قلت لي ما عنديش قرار سياسي من الجامعه عشان سوريا عضو الجامعه. فقعدنا نعمل ايه؟ نكافئ في يوليو اغسطس سبتمبر 2011. عملنا كذا ورشه عمل، كنا بندور على السوريين نجيبهم في مصر عشان نقول لهم اي حاجه يتعلموا بيها من عمل خير ازاي. ده في امتى؟ في اغسطس سبتمبر 2011 لغايه ما الامم المتحده نيو ناتشا في القاهره قال خلاص هنرى احمد ايه المؤتمر ده. اول مؤتمر عملناه في القاهره في 17 ديسمبر 2011 من فندق سوفوتيل، كان تحت رعايه نيو ناتشا في القاهره، وكان بمشاركه منظمه التعاون الاسلامي. كنا بنلم السوريين من كل حته عشان بس نبني القاعه. ولازم برضك في الفرع يكون في معازيم، مش كده برضك؟ وانت اللي هتدفع. يعني شوف علاقتنا بالقضيه السوريه من قبل ما تنشا اغلب المؤسسات السوريه في الغالب او في الداخل. واستمرت الى الان. هل احنا عندنا قدره ماليه؟ سالتك ما عندناش. انسى. بس بنديك اللي احنا اتعلمناه. فقط. ليه انت تبدا من الصفر؟ اذا كنت انا وصلت لمرحله 5% او 10% ابدا من 11 ابدا من 20، طب ليه تبدا من الصفر كل شويه؟ ففي 2013 كنا بندعو السوريين لتعدد مصادر الدخل. كانوا بيضحكوا علينا. معهم الخليج بسم الله ما شاء الله 15 و16 و14 لما بدات المؤتمرات الكبيره تعمل، كان في مؤتمر اعتقد في الدوحه في 2016 او في 2015 رحنا حضرناه. اول شيء قلنا لهم عشان كان في صعوبه في وجود السوريين عشان التاشيرات، احنا في مؤتمر لسوريا؟ قالوا اه. فين السوريين؟ فين السوريين؟ ولقيت مؤسسات كبيره جدا من المؤسسات دي. دوليه كبيره جدا يمكن 10. انتوا جايين تعملوا ايه؟ هل في تذكره ببلاش؟ في اقامه؟ تجينا. قد ايه الفكره؟ الدوله المضيفه جابتهم 10 مؤسسات اقسام مختلفه طبعا. اما فين السوريين؟ اصلا مش عارفين ايه عشان مصر. طب يا اخي ما في سوريين في اوروبا، في سوريين في امريكا، في سوريين في الشرق الاوسط، اديهم تاشيرات عندهم باسبورات مختلفه. اثنين فسوخه بس دول من اوروبا ومن امريكا. لكن كل اللي موجودين ما كانوش ايه؟ في الموضوع ده قلنا لهم احنا رايحين فين؟ فين تعدد ما ايه مصادر الدخل؟ من 7 سنين كان الكل يقول لك لا اصل الامم المتحده بتدينا، اصل الكويت بتدينا. ايوه بتديك بس ما تنامش على مخدتهم لوحدك او لوحدها، لازم عندك اكثر من مخده واكثر من مصدر. بداوا في الاخر خلال 3 سنين بعد كوفيد يعني او قبل كوفيد يشعروا بالخنقه. قفلت مؤسسات سوريه كثيره جدا في تركيا. بدأ الأتراك يضيق الخناق من ناحية إنهم بيحافظوا على الأمن بغض النظر عن الحكومة. وكذلك في دول أخرى يعني. بدأ دلوقتي يدوروا بعض القطر معدي على المحطة. ومع ذلك أكثر ناس هنرجعها المؤسسة يا شباب هو أنتم. هو أنتم. عشان نحس إن إحنا قد يكون بدأنا بطريقة لكن هنستمر بطريقة أخرى. دي أول كلمة أنا بتكلم فيها. إذا كان حد من الشباب عايز أكلم حاجة تانية أوقف دلوقتي هم يسألوا أسئلة، بس عشان عندنا إحنا ندي الفرص للشباب. في ناس كتير بسم الله ما شاء الله
وانا مش عايز اكون يعني الوقت بسيط، لكن الله خير. طبعا في نوعين من المنحين بتتكلم عنه، منح غربي ومنح شرقي. اعتقد انت بتتكلم يعني فهمت انا بتكلم عن منح الغربي الشرقي. شوف يا اخي الفاضل، اللي اول شرط اخر نور. انا لما بشتغل مع شركه تجاريه تصدير واستيراد ولا 50% في الاول 25% و25%، ما عندكيش ما يلزمنيش تقسم عشان فلسطيني فلسطين بريطانيا اشتغل في تصدير اللي هو المنتجات المدرسيه من الصين وكذا للمغرب 50 20 30 او 50 30 20، على الاقل بيوصلك قبل ما تنفذ 50%. مشكلتنا ان احنا بنبقى فرحانين بالمليون وبنتنازل عن كل شيء عشان هنمضي على المليون، لكن المليون ما بيجيش. خدت بالك؟ وانت ليه تنفذ من ميزانيتك؟ انا اقول لهم ده شرطي، لو انتوا عايزيني ده شرطي، احط شروط. ولذلك يا اخي الفاضل احنا نضع شروط ونلتزم بيها. ننفذ باموالنا ان احنا نقدر ننفذها، لان الاموال في البنك. اما باموال الاخرين ننفذها باموالهم. يكون في شروط جزائيه على المؤسسه دي. لو اتاخرت هتكون في 5% او 10% او 20%. عاملهم كشركه تجاريه او كشركه تصدير واستيراد. لان انت في الاخر مين اللي هيدفع عمليات الموظفين؟ مين اللي هيدخل يدفع مصاريف اللي هو زي ما تقول انت الايجار والاكل والشرب؟ الناس هتاكل ازاي؟ الناس مش موجودين؟ لكن احنا وده انا احنا لمسناه مع الاغاثه الاسلاميه في المنطقه العربيه. بس ادفع نصرف والمنح هيجي، يقعد شهر واثنين وثلاثه ما يجيش. يحصل صراع ما بين الاداره الماليه وما بين اداره التسويق. التسويق بيقول لك انا هجيب لك مليون، والاداره الماليه بيقول لك انا عايز اشوف المليون. ما بيجيش المليون الا بعد ست اشهر بعد خراب مرض. ولو عدت السنه والمليون ما جاش وتيجي الخبر الاداريه من بلدك اللي انت فيها اذا كانت بريطانيا او امريكا او غيرها وتحاسب عليها ازاي انت صرفت اموال مش موجوده. فهنا اخونا اسمه ايه؟ محمد اخونا محمد لابد احنا كلنا واقفه، لا مش هنفذ. عندك فلوس انت بتقدر تروح السوق تشتري 2 كيلو لحمه ما تدفعش فلوس للجزار. عايز تحاسب كده اللي في ايده؟ سكينه. هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك كفته. كده بقول لك؟ هتروح تشتري هدوم من محل تقول له معلش بقى مش هديك الفلوس الهدوم. اشمعنى احنا بنتنازل يا اخي محمد؟ عشان احنا متسارعين على مال مش في ايدينا. ملك السمك في ميه. البحر ده فيه سمك كتير قوي، طب هو فين السمك؟ انا هبيعهولك طلعهولي عشان تبيعهولي. هبيع السمك وهو في ميه طب ما طلعش. شوف الحاجات دي يا اخو محمد ده شغل الشوارع بتاعنا. زي حالات يا حماده متربي في الشارع. زي حالات كنتوا متربيين في جوامع وجامعات. الناس مثقفين جدا. الناس بسم الله عليك. انت كلم كل وانا كلم كل بقبلك. فما تديش حاجه لحد، هتدي بنتك لواحد لا دفع لها مهر ولا شبكه ولا جاب لها شقه ولا جاب لها هدوم ولا قال ان شاء الله، وان شاء الله شيء لكن عمل حلو شيء ثاني. وشوف احنا بنتعامل في الحياه ازاي؟ نتعامل بيها مع نفس العقليه مع المؤسسات. يا اخي محمد ما تقعدش سنه ما جالكش فلوس، انت اللي غلطان. انت اللي خدت عقود واصحابها ما مفوش بيها. معلش اصل البنك عندك فلوسك في بنكي اهلا وسهلا بيك، ما عندكش فلوسك في بنكي ربنا يحنن عليك. هاشتاج ثلاثة هاشتاج يا محمد يا بلاش فضل يا رجال اخوات كده. ما الاخت فيها رجولة الرجال الفكر ولا. انت من رجولة الرجال؟ ان شاء الله. تفضلي. انت هتكلمي؟ لا لا
سؤال تعليم حدا ايضا شباب الداخل هو مشكله الانترنت في الطبقه في الرقه صاروا اوف لاين بس في شباب دير الزور في شباب حسن كافي اي حدا بحب يحكي اي شيء تسمعونا شباب دير الزور حدا عنده تعليق عن حدا عنده سؤال طب اسال انا سؤال تفضل الله يكرمك يعني بصراحه هذا السؤال سؤال كثيرا استاذنا لكن كمان اكيد يجوب في خاطر الجميع الشخص الذي يعمل في المجال الانساني هو بالنهايه موظف طبعا يتقاضى راتب طبعا ولكنه في النهايه هيوماتيريان اكتر صح وهو شخص يعمل في مجال انساني صح فكيف نستطيع ان نربط بين حاله ان انا موظف اعيش من هذا الراتب لدي التزاماتي وانا ايضا شخص اعمل في الشان العام في الشان الانساني واقدم دور ما في المجتمع طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كان من هم أحسن منا يتقاضونهم الرواتب وأولهم كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا عمر أنت أحسن من أبو بكر؟ لا أنت أحسن من عمر؟ لا 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 بتقول السؤال بالكردي ما بعرف وزن عربي سوري يعني سوري من كردي من قامشلي قامشلي بيحكي عربي كويس وسوري وكردي كويس أنت أحسن من عمر؟ إيه؟ المهم كان بياخد راتب ليس عيبا أو حرام أو سبة أن آخذ راتب أو أجر على عمل بس العمل يكون حلال عمل يكون ايه حلال ليس يقول لك انت قول له في حاجه في الزكاه حتى اسمها العاملين عليها وقضيه العاملين عليها دي في بعض الاماكن قد تزداد على 10% لان في اماكن صعبه وصول ليها مش سهل يعني زي ما بضرب المثل ده دايما قدامته يمكن 100 مره او اكتر لما كان في حرب بين شمال وجنوب السودان في ايام الشتاء والمطر ما كانش في طرق هناك كل الاراضي طين ما فيش اي وسيله للشاحنات انها تخش مناطق جنوب السودان الا باسقاط الجو زي ما حصل في مصر اسقاط الجو ده بيكلفك 50% 50% مش مصاريف تدريبية بس المرتبات ده بس الطيارة شايلة 20-30 طن وبتربيهم بأكياس يمكن ربع الأكياس دول بيتقطع لأن الناس هتموت فاللي ضايق واسع هو من إيه زي ما قلنا امبارح في المحاضرة هو متنطع نطع مستنطع يعني عندنا امبارح محاضرة اسمها عندك أنت المحاضرة دي مش كده؟ أبو عتبة اللي لما تستقر المؤسسات بتحول المستنقع يديرها مستنطع المستنطع الله لهم عربية فلذلك هؤلاء الناس اللي بدايقة واسع زي مثلا ربنا يقول لك في سورة المعون فذلك الذي يدعو اليتيم يا عم اليتيم ما عادش اليتيم المسلم ما عادش المسكين المسلم بس الأمانة المسلمة طيب خلاص ربنا يوسعها أنت بتضايقها ليه؟ أأنت أرحم من الله على عبيدك؟ فيا شباب خذوا ما تستطيعون أن تدعشون من خلاله لكن يعني ممكن أتكلم مع هيومن أبيل كان إيه؟ أعطيك ما شئت وتعطيني ما أريد. يعني عندك لما تيجي ياسمين عندك أخت ياسمين تؤمن أختنا سوما لما تيجوا المكتب يبقى 8 ساعات 8 ساعات شغل ونوم بسويها يبقى أنا بحب الشغل
عشان كده عايز اجي بدري واقعد بدري واخرج متاخر يمكن على حسب المسؤوليات في البيت. بس بالثمان ساعات يبقى 8 ساعات شغل. يعني انا طبعا بفرق ما بين المكاتب اللي في الدول العظمى والمكاتب اللي في افريقيا مثلا. لما كنت اروح لسه عندي زياره قبل الكوفيد في كينيا، وفي اخت هناك كانت مسيحيه شغاله في المكتب بتاع الاسلام الكبير، بس انا مش فاكر اسمها ايه. قالت لي احنا في رمضان، انا كنت صايم، انا كنت صايم البنت المسيحيه، وفي رمضان سافرنا لمده 18 ساعه عشان نوصل مساعدات. مفيش بقى من 9 ل 5 من 8 ل 4 من 3 ل 6 انسى. مرضوش يوقفوا الشغل ايام الكوفيد. قال لك هنوقف الشغل وقفوا 3 اشهر كده زي ما العالم قال. فاخونا اللي يوسف احمد قال لا، وقال الناس هتموت مننا. رجع كل الموظفين المكتب. قال يحصل يحصل كلنا هنموت. فكنا ميت بنت اسمها مش عارف اسمها مرجيت او مش فاكر بس حط كده اسمها. لما هي 18 ساعه اللي جنبها قال لي انا سافرت اكثر من 24 ساعه. فقد ايه بيضحي الانسان؟ لان حب الشغل، لان حب اللي هو المجتمع اللي بيساعده، لان حب وسيله التقرب لله سبحانه وتعالى. فاحنا بدانا بالحب يخليك تنسى التعب، تنسى الوقت وكده، وانت بتاخد مرتب. وانت بتاخد مرتب يكفيك، يكفي اهلك، لكن ممكن انت عشان حبك للعمل بتبذل اكثر. عشان حاجه الناس لرؤيتك ولوجودك معهم بتبذل اكثر. بس لابد ان العائله تستقر في البيت. فاللي يقول لك لا مفيش مرتبات قول له مع السلامه. جزاكم الله خير. انت لا تفتي فيما لا تدركه، فيما لا تعلم ابدا. قل له انا لست احسن من ابي بكر وعمر. كده قعدوا كده يقولوا انت عايز تاكل هتاكل بكام وهتشرب بكام وهتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الاخر ما بكر وجد نفسه مصدر دخل اخر، خلاص قال خلاص انا عندي مصدر دخل اخر. واحنا ما عندناش مصدر دخل اخر. واحنا محتاجين ان جزء منا عايش في مناطق صعبه. صعبه. وما ينفعش نقعد انا مخمخ من لندن، انا مخمخ والراجل مش عارف ياكل ولا ينام. انا في السودان دلوقتي. هشتغل ازاي وانا ما اعرفش اخرج من بيتي؟ ومش امن على ولادي ولا على زوجتي، ودخلوا بعض القوات المسلحه خدت البيوت. وسرقت العربيات. وقتلت الناس، هشتغل ازاي؟ لابد انا في المكتب الرئيسي افهم حالة النفسيه مش الماديه فقط، الحاله النفسيه للعامل اللي بيشتغل معايا. واقدرها واقل ما شيء اكلمه كل يوم في التليفون اطمن عليه وعلى اولادي. احد الموظفين كنا عاملين مؤتمر، يعني مؤتمر على الزوم في السودان، كان شغال في اسلام كليف في دارفور. واحد من قرايبه اتقتل. راح يجيب الجثه ومعتلين. مش ده مجال؟ شاب تاني كان شغال عندنا في اللي هو المكتب في الرئاسة في شمال في باكستان في شمال على الحدود الهندية اتقتل. ما زلنا بنكفل الأهل الآن وأولادنا، كان مثلا 15 سنة. دخلهم على نظام تكافل اجتماعي عشان الشاب اللي مننا زي أنا، الشاب اللي مننا يشعر إنه جزء من العيلة، إنه ابن العيلة. مش غريب. فده اللي احنا بنحاول ايه؟ نقول لا، لازم تاخد مرتب. الا اذا كان عندك دخل ثاني ليك انت من مكان ثاني. يبقى جزاك الله خير. ما عندكش من حقك. والمصاريف الاداريه ما هياش نسبه واحده في كل المؤسسات. والمؤسسه اللي تقول لك مش هديك 1%، يقول لك هو مش عايز فلوسك. سامع؟ سامعين؟ والمؤسسة مش هديك 2% وانا مش عايش من حد. انا بتكلف 5% عشان اوصل المساعدات دي، تديني 1% ازاي؟
تاخذ انت الصور تجمع بها فلوس وانا اروح فين؟ دي حاجات اللي المفروض الانسان يتعلم يقول انا اسف مش هشتغل. هيضطروا يتعاملوا معاك لانهم دول عايشين في الطراوة. مرتباتهم بسم الله ما شاء الله. انا عارف واحد كان بيشتغل في مؤسستين في نفس الوقت. من كل مؤسسات يعني اقول بالدولار عشان ما تفهموش. انا عارف انت خميس انت. ولا انت مريض؟ حس عليك كشفت. شوف الفراسة ما شاء الله. وانا عارف انت كنت الاثنين الله العظيم. وبعدين جنب واحد كمان. فرقوه. لازم. كان بياخد 18,000 دولار في الشهر. المؤسستين. أنا كنت أقعد بوقت ده واحد المؤسستين دول. فالمدير التنفيذي بتاع المؤسسة قال لي ده إنسان مبدع. وأيوه أنا أديله إن شاء الله يشتغل 4 ساعات. اشتغل من الصبحية لغاية الساعة 10 بالليل. وبعدين 18,000 دولار في الشهر. فجيش ده يحكم عليا ويقول لي آخد منك 1%. أديك 10%. لكن احنا مشكلتنا زي ما الأخ قال بنصرف ونستنى اللي يجي وبنقبل عشان ناخد الفلوس، لكن في الاخر بس عاجز في الميزانيه. يعني انت على كل مشروع هيكلفك 5% تاخد منه 1% 2% هتطلع 3% دفاع انت من عندك. فانت ما عندكش قدره، ما عندكش خطه استراتيجيه. هي على مستوى المؤسسه. على مستوى الموظف. بدانا نشعر ان الموظفون فقط باي وظيفه عامه. ما هو خصوصية كوننا موظفين في منظمة إنسانية؟ كل مؤسسة لابد تتحول إلى كائن حي. كائن حي. كائن حي. يعني إيه كائن حي؟ يعني في روح. يعني في حياة. يعني في عمل. يعني في تجديد. يعني في رؤية. يعني في ثقافة. يعني في قيم. يعني في أخلاق. يعني في مكاشفه بينك وبين المستقبل اللي هم اصحاب الحقوق اللي انت بتساعدهم. لو الروح دي مش موجوده عمرها ما هتبقى اي مؤسسه محترمه. وعمرك انت ما هتتحولي من موظفه الى رائده او مبدع. الابداع مش بالشهادات. والله العظيم ثلاثه لا بالشهادات ولا بالعيله ولا بالاموال ولا بالإطراء. الإبداع بحبك للعمل وإخلاصك فيه وإيمانك بالعمل اللي احنا كنا في الأول. فلابد عندما نأتي مثل هذا الشيء نعرف أنها كائنات حية ربنا استخلفنا عليها فيها علشان نحاول نقيم أركان الحياة لهؤلاء الآخرين. الوصفة دي يعني أهم شيء نعمله جماعة تحاسك أو دير الزور كذا يجوا كل يوم والتاني يدونا الواقع العملي لحياة الناس في الداخل عشان أعيش المعاناة دي كلها. حتى لو جبت أكل زيادة أجيب نص. حتى بدل ما كل واحد ياكل سندوتشين ياكل سندوتش أو نص سندوتش عشان ما يكونش فيه إهدار. لأن الإهدار جزء من الفساد. الفساد فقط مش سرقة أو التحرش بالنساء أو الأطفال، لا. الأداء بتاعنا فيه فساد أو فيه فساد. إن إحنا الثمان ساعات اللي قاعد بنشتغلها ما بنشتغلهمش. سواء منهم ساعتين حرام، يبقى أنت بتاخد 6 ساعات مال على 6 ساعات حرام إنك تاخد. حرام. لأن أنا مديك شيء وأنت ما عملتوش. الوقت المتاح ليك. وأنت ممكن أو حتى أنا نزلت المكتب الساعة 8 الصبحية وما انتجتش الانتاج المفروض يكون اقل واحد فينا بينتجه في 8 ساعات. في حرمانيه. لما كنا بنتكلم عن مؤسسه الاثام امس. بنتكلم عن الاثام عندك القايمه؟ ادها لي كده. اثم ان انا اخد شيء اخد فلوس على شيء انا ما عملتوش. او ان انا ادلس على نفسي. ادلس على مين؟ بس ربنا شايف. الملائكة قاعدين يكتبوا. هتدلس عن تحت هتنطق على استغفار ربنا
ده الفيديو بتاعه 3 dimensions اللي هو الصورة بتاعتي وبتاعتك وبتاعتك وبتاعتي من ايام على الملأ 3 dimensions 3 ابعاد بعد اللي هو البصري بتشوف بعد السمع بتشوف لكن ربنا بقى عنده بعد ثاني اللي هو انه عارف نيتك ونيتك من جوه ومسجلها احنا عندنا بعدين اوديو فيجوال لكن ربنا عنده اوديو فيجوال انتنشن حد يقدر يسجل لك نيتك حتى بالاي اي حتى بالودي كولت العظمى اللي هي اللي هي اللي بيخش فيها دي المجالات دي الميتافيرس مستحيل اسمها مستحيل مش ممكن رب العالمين يبقى ربنا مسجل بثلاث ابعاد واحنا يعني اقصى واخطر بعد اللي هو بعد النية ولو احنا بناخد على 8 ساعات واشتغلنا 5 او قعدنا 8 وما اشتغلناش بس عشان ما نمت الصبحيه ولا شيء حرام لان الماده في ناس مش لاقيه تحصل على فلس واحد فيه وده بالتالي عندنا الاثام كثيره كان عندنا محاضره بقى امس الصباح ولا الظهر على بعثها لهم بالتسجيل وبعثها لهم بالمكتوبه الاسم المجتمع الاسم هنا الاثام في ال 40 اسم في العمل الانسان في عمل الانسان يعني حوالي ساعتين بس اصبروا يا ابني اللي حالات انا زي حالات انا ما اعرفش اتكلم في 5 دقائق انت بقى ما بتستحملش مش هتعلم هتروح للشيخ يديك ستيتمنت في دقيقتين عشان تجيب لايكس تعملها مش لايكس سامي هاشتاج لا خليها 30 ثانية طب 45 والله زي ما بيعملوا في تيك توك ده مش علم دي بوم طرقعة لكن بعد كده هتلاقي نفسك من جوه أو هتلاقي نفسك من جوه مخوخ ثلاث شهور بس اتفضل آخر سؤال ذكرت أصحاب الحقوق ماذا تقصد بأصحاب الحقوق؟ كل فقير ومسكين وأرملة ويتيم ومريض وشيخ وطريد وشرير ومنازح ومعتقل ومظلوم هو صاحب حق ليس فقط صاحب حق بل هو صاحب المؤسسة يعني ميان يمتلكها هؤلاء وليس أنت وليس مجلس الإدارة وليس المؤسس وليس الداعم مجرد الفلوس اللي ربنا اعطاها لك اصبح جزء منها مش ملكك وهي كلها اصلا مش بتاعتك ولذلك هؤلاء هم اصحاب الحقوق الذين من قلبهم اسست المؤسسات فلا بد اتعامل معهم ليس بدونيه بل بعلويه وان احني انا لهم اتواضع انا لهم حتى اختار نوعيه اللباس وانا بزورهم ما البسش لباس يكون شويه غالي لا امسش بنطلون كفايه خسر الناس بيجوا من بره دول داخل السوق دول اصحاب الحقوق هم اصحاب المؤسسه هم اللي بيدفعوا مرتبات سواء كنا في دير الزور ولا في حسكه ولا في باريس ولا في لندن ولا في الغزل عنداب ولا في اسطنبول هم اللي بيسحبوا فوانا باخد مرتبي اشعر بحاجتهم فيدعوا لي دعاء بظهر غالب كليات اما يتيم او مسكين او ارمله تعرفوش هو اللي يفتح لك الرزق عليك وعلى اولادك في مجالات مختلفه شوف جماعه في الداخل الشباب مكتب طبقه دكتور ازاد تفضل دكتور ازاد هو مدير مكتب الداخل اهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله. الدولة عشان يخسر. اتفضل اتفضل. تسمعوني يا شباب. تفضل دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
باسم المكتب بالداخل السوري بتشكر جزيل الشكر للدكتور هاني ولكل من سهل هاللقاء هذا. ونحن يشرفنا اليوم نقعد مع أعظم المحسنين وقادة العمل الإنساني في العالم وفي الوقت الحاضر. كنا نتمنى أن يكون لقاء فيزيائي وأن نراك وجها لوجه، ولكن لم يخلق من الخطر. دكتور هاني نحن حنجيلك بسبتمبر إن شاء الله. بكل شغف ناطريكم. دكتور هاني، نحن الفريق هذا الكامل هو المنسق لكافة المشاريع القائمة في شمال شرق سوريا. بدي يعني مساعدة أو هو استفسار أو سؤال من حضرتك. نحن هون بنعاني من ناحية العمل على الأرض من أعتبرها مشكلة كبيرة، اللي هي نحن كيف نحسن نقنع المانحين بالتوزع العادل الديموغرافي للخدمات اللي بدنا اياها على الارض في المنطقة اللي نحن فيها. على سبيل المثال، يتم استهداف بعض المناطق وبعض المناطق يتم اهمالها، بمعنى انه بنشوف التوجه المانح يرغمنا نشتغل بالمنطقة هاي بخلاف منطقة ثانية، علما ان الاحتياج موجود بكل المناطق على نفس السوية. اكيد يعني في ادوار حكومية سياسية بالموضوع، ولكن نحن كقطاع انساني لا يهمنا هذا الجانب ولا نعطي اي اهمية. كما انت فعلت تعمل في كافة المناطق، تساعد كافة الاطياف، كافة الاماكن، نحن ايضا نريد ان يعني نقتدي برسالتك وأن ننفذها على أكمل وجه، وأن لا يكون هناك فرق بين منطقة وأخرى. يعني شو اللي نحسن نحن نعمله مع المانحين حتى نتخطى الحاجز هذا؟ شكرا لكم. الله خير. أول شيء، لأني أنا لا أقول أن أقيمكم بالإغاثة الإسلامية، ده حرام. الإغاثة الإسلامية نشأت في أوروبا وتعدد من اليوم الاول مصادر دخلها. كان في مصدر واحد، كان في بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، السويد، المانيا، امريكا، كندا، وهكذا، استراليا. فحرام اننا اقيمكم بيهم، بالرغم ان كان بدايتنا بسيطه جدا. الامر الثاني اللي انا ذكرته من قبل، اللي هو لابد ان نتعامل مع هذا الموضوع، ان نبدا نفكر استراتيجيا وبطريقه استثماريه في كيف نعدل مصادر الدخل. كيف؟ خلاص. يعني سيدنا ابراهيم كان يحب حسين اسماعيل، صح؟ صح ولا غلط؟ قول معايا صح. صح ولا لا؟ انا بقول لك صح مش صح. ها؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني الله إن شاء الله من الصابرين. فلما ربنا أحس إن سيدنا إبراهيم صدق الرؤية جاء الفرج. فأنتوا صدقوا الرؤية، نحن قادرون على أن ننمي مصادر دخلنا. ده ممكن الأول، وأنا حقرنا من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك وجه طريق. يعني معناها إيه؟ وانا انا لما كنت اتكلمت في الجزء الاولاني عن حبي للمؤسسه، نعمل جلسه استراتيجيه كلنا بلا استثناء، مش فقط رافائيل وجماعته في باريس، مش فقط جماعه غازي عتاب، مش فقط جماعه اسطنبول، مش فقط جماعه اربيل، كلنا كل واحد فينا يبقى فند ريزر. عشان حكايه المانح اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، بدي انت خلاص معاك، ده مش من الموضوع، مش هيوصل، مش هحسب بعشان في الضحاها. يعني كنت مع هارمون أكبيل رسمنا كتالوج بتاع المشاريع، واستثمرنا في السوشيال. حد يتكلم في السوشيال ميديا فيكم؟ بالداخل جماعة 20% في الداخل، لابد هم دول يعملوا لنا كتالوج. الكتالوج ده هيكون فيه اسم المدينة، اسم البلد لو كنا هنتكلم على انترناشونال، اسم المشروع،
ونبتدي ننمي من خلال الايمان بان كل واحد فينا انفلونسر او مؤثر. عندك كمان على فيسبوك بتاعك 50 200 100 300 100 ما عندي فيسبوك لا لا ترفض الفندق عندي انستغرام شوفوا يا شباب في فيسبوك في تيك توك في انستغرام في تشات كل واحد فينا عنده صفحه على صفحتين وثلاثة. قد يكون انت عندك 100 على فيسبوك لكن على انستغرام عندك 1000 وهكذا. وكل واحد فينا ممكن يتواصل مع 1000 او 2000 او 3000 اغلبهم ما نعرفهمش. يبقى جزء من التواصل بتاعنا مش بس الفستان بتاعي شكله حلو، شايف قصه الشعر دي؟ حلو. شايف عينيا؟ يا سلام. شايف الغمزه؟ وهكذا. يبقى جزء منها مش بقول لك كلها، من حقك او من حقك انك تتدلع شويه في الفيسبوك والحاجات دي. لكن الجزء الثاني ده حط فيه ان شاء الله نص ساعه في اليوم. هنلاقي ان قدرتنا على التواصل مع عشرات الالاف كل يوم موجوده. فلابد نحول المخاطر اللي هي موجهه دلوقتي اللي هي في الدعم الى opportunities والى قوه. والله لو جمعت كل اللي موجودين النهارده في الجلسه دي وسالنا سؤال انستغرام فيسبوك تيك توك شات ايه تاني؟ تليجرام تويتر دوتا نسيت دوتا ما بيطلعش اليومين دول لازم ادفع فلوس ولا ايه؟ لا طب خلاص ابقى عودي انت بعد شويه هنلاقي ان الجلسه دي اللي احنا قاعدين فيها دي مش اقل من 300 400 الف واحد مشارك معانا. شوف عندنا قوه ازاي بس احنا مش بنستعملها. احنا مش بنستعملها لان فاكرين الفيسبوك ده في البيرسونال. انا عندي فيسبوك وعندي تويتر وعندي تليجرام. بس يوتيوب عندي يوتيوب بس يوتيوب تعبان قوي اقل من 2000 ايه عندي لينكدين بس مش بستعمله يعني بفتكر لكن انا عايز حد يفتكر. فلما انا عندي على فيسبوك وعن صفحه واحده 15000 وصفحه ثانيه 10000 وهي 25000 لو استعملت الصفحتين دول ادي 25000 يمكن 100 يستجيبوا معايا وال100 دول عندهم كم الف؟ فالحاجات دي خدها اللي كان من مسؤول المكتب في الداخل اسمه ايه؟ دكتور ازال. لو احنا نقول للشباب يا شباب ادونا كل يوم نص ساعه او ساعه الا ربع تسوقوا مشاريع المؤسسه. ونخلي المؤسسه تعمل لها صفحه كتالوج في اسم المدينه واسم المشروع وكل مشروع ومدينه ليها كود معين. خلال شهرين ثلاثة شوف كم ألف أو كم هيجي لك من بتاعك لغات مختلفة. لما عندك أنت قادر على الكردي أو قادر على العربي أو الإنجليزي أو الفرنسي. لأن العالم فيه قرابة 2 مليون مسلم. لو وصل المسلمين جالنا 2000 3000 أو 5000 من منكم كلكم يبقى احنا بنتكلم عن 100 ألف أو 100 ألف في المنتخب. معايا يا أستاذ جزاكم الله خير علمتني. في كان نقطة حكاها دكتور أزاد موضوع أنهم كسوريون يعملون في شمال الشرق فقط. مش مهم. لكن هو يبحث عن رؤية كسوريا ده. كلها. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. ما فيش حد يعمل حاجة هو مش قدها. على قد الحافة مد رجليك. مد رجليك. يا جارية بوخي أنت مش أنت الجارية. يا سيدي كلف. أنا أقول لها يا ياسمين تقول لي نعم عايز كده فلوس ودخان رومي واربع بطاط اللي حاضر بس فين الفلوس؟ شوف يا دكتور انا ما عملتش اللي اقدر اعمله ان شاء الله العالم كله يقف على رجليك. اللي عايزني اشتغل في مكان جديد تعرف يعمل ايه؟ يعني مثلا الرئاسه الاسلاميه حابه تشتغل في نيجيريا انا مش هقدر نشتغل هناك الا اذا توفر عندنا الدعم علشان نبني مكتب والدعم عشان نمشي مشاريع. انا وانا في الاماسه عبد المسيب قال لي احد الامراء
اعتقد سعودي او حاجه زي كده عن طريق الوكيل بتاعه. كان الامير ده بيروح يصطاد في بلوشستان في باكستان بعض انواع من الطيور. فالناس كانوا تعبانين قوي يعني ما عندهمش مستشفى. فبنى لهم مستشفى زي الرياض بالظبط غاليه جدا. فرحنا زرناها وبتاع ده قلنا هناخدها. فكان الشرط بتاعنا ايه؟ معانا يا دكتور اسد معانا يا شباب. الشرط الاساسي انا هاخد مستشفى وانا عارف تكلفه المستشفى انا كنت دكتور. فاكرني؟ بس انا كنت بتاع موت. انا هاخد البشر وهو ميت. هاخد بعض الموت. بس في الجسم. فاهم بالك؟ لما بصينا ال 80 غرفه المستشفى اللي في وسط الصحراء قلنا للراجل ده اولا تحط لي ميزانيه 5 سنين. ما عنديش فلوس. حابني جهاز من الاول. وفي نفس الوقت تحط لي مال وقت لان بتكلم مع امير. يعني 15 20 مليون دولار ولا شيء. والا مش عايزين المستشفى. قلنا لا ما خدناهاش. لا يمكن ناخدها. لا يمكن. خدها ليه؟ هتبقى مصيبه على الملة لان انت هديك المبنى وانت هتواجه المجتمع، لا عندك ميزانيه ولا عندك موظفين ولا عندك دواء ولا عندك معدات ولا عندك اي حاجه خالص. هو بس عمل اسهل حاجه في المستشفى في الدول في المستشفى اللي هو بناها ودي ارخص حاجه. فاحنا نفرح يا ابن لنا مستشفى. طب وبعدين؟ انت هتتجوز، انا هتجوز. طب وبعد الجواز؟ في مصاريف، في مسؤولية، في علاقات، في أطفال، في كذا في كذا في كذا. أنت فاكر عشان هي حلوة وأنت روش يبقى خلاص هو عملية زواج واحدة حلوة وواحد روش وبعد كده مين هياكلنا؟ عيش النفو يا شباب كنبة وأقول لك كوباية. أيوه خفت كنت متزوجون. إيه؟ متزوجون. مرة عند أهلي مرة عند أهلي وخلاص. فلذلك بس النقطة دي أنا مش هشتغل في حتة ما عنديش ليها فلوس. قد يكون عندي فلوس بس ما عنديش كفاءات بشرية تشتغل هناك. فاضطر إن أنا أعين أي حد فيوديني 60 دهب. وأي حد ده يوديني في 60 دهب يعمل حاجة غلط تبقى أخذ المؤسسة في باريس. فالعملية مش سوريا كلها محتاجة دعم. بس أنا ما أقدرش إلا أشتغل في الحسكة بس. دي امكانيات ربنا هيحاسبني على قدرتي وعلى الاموال اللي اداها لي عشان استفيد بيها هنا. لكن لو انا عندي المال للحسكه وموزعه على 15 منطقه انا اللي هكون اسف. لا تنساقوا بعواطف لاشياء او لاماكن لن تستطيعوا ان تنجزوا فيها. فنلعن بعد كده. تاتينا اللعنات. يعني فاحنا مكتب ما بنجيش ما عندناش موظفين ندفع بس راتب السكيورتي لكن ما فيش حد ما فيش مدرس ما فيش طبيب ما فيش كذا ما فيش كذا ما فيش كذا. فلابد نشتغل في الاماكن في المكان اللي نقدر نشتغل فيه وعندنا ليه وفي كفاءه بشريه في المكان ده لان حاليا الحرب على الارهاب رهيبه. اي حد يتهم منها سواء كان رجل او امراه مش بيقفل بس بيذل الناس. انا مش مكلف، انا لست مكلف ان اطعم كل الشعب السوري. وانا ربنا؟ وانا قلت لك لما رئيس الجمهوريه قال قدام الشيخ انا باكد، قال انت بتاكد مني عشان تاكله. انت ربنا؟ والله كان على الهوا. طب رئيس الجمهوريه سكت. انت فاكر نفسك انت بتاكد 70 مليون؟ مين انت؟ انت مين؟ وبالتالي انا مين؟ انا مؤسسه عندها قدرات قد كده. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. جزاكم الله خير. اذا في حدا شباب صبايا في سؤال ها؟ ها؟ لا اسمع عادي بعدين. شو ما اسمع شباب تفضل يا واحد عندها سؤالين. لا خليك ساكت انت. السؤال الاول انت جايبها من بره ولا ايه؟ تضحك علينا تضحك علينا. مسيرتك المهنية حابة أعرف كيف حافظت على التحفيز؟ كيف حافظت على التحفيز يور موتيفيشن؟ How did you keep your motivation? Because I'm sure that it was a long
جورنالست تبعنا. سوما عم تسأل أستاذنا أنه خلال مسيرتك بالعمل الإنساني كيف استطعت أن تحافظ على الحافز الموتيفيشن للاستمرار في العمل الإنساني؟ ده سؤال أول. هذا الاجتماع واللي قبله وأمس وأول أمس وتركيا هم محفزات. كلما التقيت وأصحاب الخبرات وأصحاب الحاجة كلما أصبح عندك طاقة إيجابية وتحفيز داخلي. وأنا في الإغاثة كنت أحسن شيء بعمله إن أنا أروح الميدان أقعد مع الناس عشان أشعر بالفارق النعم اللي أنا أخذتها والنعم التي منعت من الناس وبتحن فيها. برجع حتى كانت ساعتها بيقول إيه لما يرجع هنا البلد أسيبه المكتب. اني برجع من الطيارة على فين؟ الشغل على المكتب. اخش على المكتب شغل وكل يوم كانت بقى جاهزة من غير ها لان تاخد طاقة ايجابية غير عادية تقدم نفسك بالمرأة. يعني كنا بنتكلم امبارح عن ايه؟ عن اي اخت سورية كانت كاتبة في كلس مع اختنا كريمان اسمها ايه؟ نجلاء. نجلاء قالت لي اي بنت اعتقلت محصلتش فيها اي شيء يعتبرها المجتمع المجرم او المجرمين من المجتمع انها اغتصبت فعايزين يغتصبوها. كان هي وظيفتها انها تدافع تمسك سوشيال سبورت للبنات او النساء. الكلام ده كان حاصل في كونغو زي ما ذكرنا امس. الحافز الاساسي بيكون حافز داخلي حينما تربطين نفسك بالقضيه اللي انت من اجلها بتعيش. لو انت خليت القضيه دي ليكي زي مثلا عشان اصلي ما كانش بناء. لما كان الناس نيام كان هو بياخذ الليل. سيدنا عمر كان بيعس في الليل. سيدنا ابو بكر وهكذا. فكلما تملكت القضيه الانسانيه الاخلاقيه القيميه منك كلما اصبح جهاز التحفيز جهاز الداخلي. مش محتاج حد يجي يقول لك خطبه جمعه او موعظه او كذا او كذا او كذا او كذا. اسعي الى المكان الذي تحاولين ان تحفزي نفسك بوجودك فيه. واسعي الى ان تكوني مع من يحفزونك. في بعض الشباب الصبيان او البنات محبطين. تروح هناك تخلصي كل الطاقه الايجابيه تبصي له برضه. انا موهي يعني. فده اللي كان بيحفزني. طبعا الامر الثاني ان زوجتي في البيت كانت هي اصل كبير جدا من النجاح لو كنت انا نجحت يعني. لان لولا انها حددت دورها في المجتمع وقالت انا هشيل البيت كله. فادتني الفرصه ان انا اسافر. فهنا التوافق بينك وبين زوجي. ربنا يكون زوجتك. لو هتقعدوا تبقوا زي الديوك وتنقروا بعض لا انت هتنجح ولا هتنجح. لكن تقدر تتزوج او ترتبط بما ان نظرت اليها سرتك وما تركتها حافظاتك في مالك وارضك الى اخره الى اخره وتعاملك في مرحله من المراحل كحبيبتك وزوجتك وتعاملك في مرحله اخرى كام ليك زي اسئله خليك كان بتعمل. ما ينفعش تنجح من غير ما تكون امراه تدفعك للنجاح. طب الجواز ولا لسه؟ عريس بتدفعك مثلا عريس الشيب وبتدفعك ولا بتكذب؟ لسه ما طلعتش. اه خلص معانا. فده السؤال الاول. تواجدي مع من يحفزونك ويعطيك طاقه ايجابيه. واستمعي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دينا كلنا يا شباب. اوعوا تقولوا ان التحفيز فقط من مشايخ يقول لك كلمتين حلوه. وانت بتشتغلي الشغل الفكري ممكن تحطي جنبك القران لان القران مهم تحطيه معاك تدعو صاحب القران ان يحضر جلستك. لان ربنا معانا مش باذننا هو موجود دايما. لكن انا لما اولع القران ما الذي انزل القران؟ الله. واحد يقول لك طب يا اخي ما انت مشغول انت هتاخد اجر السماع او اجر تلاوه القران. في ناس بتاخد اجر التدبر واجر التفكر وكذا وكذا والاجور دي مختلفه.
حتى وانت بتشتغل في البيت بتنظف البيت ما احسن شغل القران بدل ما تجيب الاغاني او نجيب الاغاني او الاخر مش كده برضك الناس بتعمل اغاني هو في الحمام بتستحمى خلي بالك تخش الحمام من غير كلنا يعني من غير ما تقول لك خمس خواص تعرف مين هيقعد معاك انه وراكم هو قبيلين تخيل المنظر بقى تخيل المنظر بقى تخيلته هو مش هو لوحده هو وقبيلين تخيل منظرك انت خلاص يبقى في عند البوابه في حارس اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث سواء بستحمى او اقضي حاجتي او اعاشر زوجتي لكي لا تتفرج تخيل تخيلوا شوف المنظر ده منظر سينمائي مشين ومهم تخش الحمام النهارده بفكر فيها ده سؤال الاول السؤال اذا شغال القران على طول هجيب لك ملائكه واجيب لك جو وغير عادي واقوى اكتب اكتر الحاجات اللي بعملها وانا في البيت في وقت النوم يعني زوجتي تقول اصحى من النوم تبقى سابق الغرفه ونازله تحت ولا تليفوناتك هتيجي انا ماشي ونازل في الدور التحت انا قاعد فوق وانا بكتب اشغل الشيخ رفعت الشيخ عبد الباسط الشيخ المنشاوي الناس اللي ماتوا من غير فضائح وعرفناهم الشيخ الشعشاعي شعيشه انا بتكلم عن مصري يعني الشيخ الطبلاوي وهكذا ساعات يعني واخذ الاجر على حسب ما فهمت يعني بدل 100% على 5% بس موجود النقطه الثانيه هو السؤال الثاني يمكن مش عارف السؤال اللي السؤال الاول كان السؤال الثالث السؤال الثاني كيف الموظف كيف الموظف كيف يحافظ الموظف على تحفيزه لان المكان بتاع عمل روتيني وقد يمل الموظف يعني اهم شيء في تحفيز الموظف اهم شيء بعد النيه هو المدير لو كان المدير متعب بيستعملكم كادوات فقط عمركم ما هتتحفزوا المدير لابد ان يكون قدوه نمرة واحد الوجود المتفاني صبور وغفور يعني انت بتخطئ او انت غلط خبرك ما عادش بقى زعق يعني مثلا امبارح انا ضعم ان انا في ورشه كنت اقول الورشه على اللي هو الضعف مثلا ساعه و40 دقيقه من اجمل المحاضرات ضاع منها 127 دقيقة لما قال الخبر كذا الله خير في الغرفة كنت عايز اضرب حد سكت الله ستر هو اللي جاب لي الخبر ودي مش أول مرة مرة وأنا بأكرر ومن جايزة من شهرين في يونيا لا في يونيا في يونيا وأنا بقى فعلا لابس بدلة وبتاع ده وحركات مندي والجمهور كله ما كانش مسلم وسجلنا طلع ان المؤسسه ما بتعملش فيديو وكل اللي طلع على فانكوش بره سجلت حاجه وطلعت الميكروفون مش طلع ما ايه رجعت انا سعيد جدا بالكلمه قلت كلمه نخاع يعني رجعت في الاخر ربنا لقيت مش حاجه موجوده فبالتالي انا كنت موظف كنت حضرت كف واثنين وثلاثه واربعه وانت كذا وانت كذا واجيبك في الاوضه وشاب واجيبك في اوضه تخرج موضوع مر فدور المدير مهم جدا لان المدير هو قائد هو قدوه هو مثل اعلى هو اب واخ اكبر او ام واخت كبرى انا كموظفه صغيره عندي مشكله عايز اتجوز كان بيقول كده البنات جوزنا والله شباب ده بريطانيا جدع ما كنت مدير دلوقتي انا ما عنديش حد
أو الشباب الشباب هاي خوش عايز أتجوز عنده مشكلة أو واحدة مخانقة مع جوزها جيتك أنت كمدير نحس إن هو إن أنت أبوه أو إن هو أبوك وبتخش عنه أو حاسس إن المدير دي زي والدتك أو زي أختك الكبيرة بتفتح قلبك ليها لو المدير حط الحاجز ده ده مشكلة في الشغل. النوع الثاني من انواع اللي هو التحفيز ان انت يسمح لك ان تختلطي مع الناس لو سمح لها سافر الحسكه او الزور الحاجات دي كلها هتحس نعم الله عليه او تحس نعم الله عليه وهذا الفرق. النقطه الثالثه من قلت انك حطي ربنا في القائمه بتاعتك 24 ساعه هتجيلك طاقه ايجابيه غير عاديه. انا جربتها كلام عن التجربة الشخصية وموجود من التجربة الشخصية الناجحة والله سبحان الله اللي بصيت في ده كده اكتشفتهم بيعملوا ايه نعم تسميتهم الدولة العميقة ايوه قلتهم ان الدولة عرفتهم بيعملوا ايه سبب كل المشاكل الشخصية تفضل شكرا هي سوما بتشتغل بقسم الـ HR منهم منهم بس لحظه هي اعاده تسميه الـ HR يعني هي مش هيومن ريسورسز هي هوب ريفايفر HR بره. تمام انا كده هطير فوق زي فوق لا احتاج لا عادي كان هنا مش ماشي اتفضل بالداخل السوري يا شباب بتتكلموا انتوا عليهم بسم الله ما شاء الله كنا في الحلقه بتاعت نيس لا هذا شباب مكتب الطبقه لسه مرفوعه على الايد ولا هي قديمه انا عندي سؤال اتفضل يعني حسب اللي استنتجته من حضرتك وحكيت انه يعني المنظمه لازم تفرض شخصيتها ولازم يكون المنظمه لازم تفرض شخصيته ولازم يكون اكو بعد استراتيجي والنظره للمستقبل هذا الشيء سهل الواحد مثلك يحكي به كمؤسسه قويه ودعم من كل دول بس كمؤسسه اللي يعني حسب اللي انا اكتسبت انا من جديد بالمنظمه كنت بشركات نفط بس هسه بالمنظمه اللي اشوفها هسه يعني المنظمات اللي دا تشتغل هي اكثر يعني احنا من يسموها جماعة اشهدوا انه اي شيء تقول انه اشهدوا صحيح وهذا يخليك بالقيمة التنافسية والقيمة السوقية انه ينزل صح. من اداك شنو العوامل اللي اشتغلت عليه انا اولا انت محقق اللي انت قلته تعب بعض الكلام صحيح مش كل المؤسسات تستنى تطبقه انا ما عنداش القدرة في مؤسسات صغيرة عايزة فلوس تقول لك قد ايه بس الفلوس عشان ادفع مرتبات دي حقيقة احنا عشناها انا بتكلم عن تطور اهم شيء بيجعل الناس يسعوا اليك هو ادائك ومهنيتك في الاداء واعتمادك على مصادر متعددة من الدخل شفت الاداء والمهنية والتعددية وده اللي يبدأ معك من الاول حتى لو كنت مؤسسة صغيرة. الأمر الثاني زي ما كلم أخونا من حسكة اللي هو الدكتور إعزاز ما توسعش كتير. توسع ليه؟ ما وظفش كتير. أخطأنا إحنا في الماضي كان أخطاء قاتلة. ناخد فلوس من مشروع فنوظف فيه 100 واحد. طب أنت المفروض بتوظف ال 100 دول لمدة شهر. وتنسى توظفهم لمدة شهر. تعتقد الفلوس هتجيلك لما تدخل في أزمة اقتصادية. فذلك بالتالي النمو لابد يكون بالتدرج والاداء انا هعمل اللي انا هكون فيه جيد مش هخش في مجال اخر ما اعرفش اشتغل فيه يعني انا مثلا اعرف احد المليارديرات هندي هو موجود في برمنغهام كان يقول على حاجات هو بيشتغل في صناعة أو شنط بلاستيك وبيديها الأزدة وحاجات كده يعني. واخد بالك وبدأ دلوقتي يستثمر في العقارات.
اشترى شوارع كامله شوارع، وكان في الاول حب يعملها سكن شقق يعني، وقال انا لو الوقت بتاعي هعمل لكم شقتين. رجع في الاخر قال لك لا مش هعملها شقق، نفس الارض عملها مخازن، بس بنى المخازن بطريقه تخلي اي شركه تبقى عايز اكبر مخزن، حط فيها حاجات زياده، يبقى عمل دراسه ويتخصص فيها زي التخصص بس. لما تيجي تقول بتاع احنا رايك نعمل كذا وكذا، ده مش تخصصي. اعمل الشيء اللي ممكن تنجز فيه وتبدع فيه، ان شاء الله يكون شيء واحد، ان شاء الله يكون شيء واحد. مش مهم يكون عندك في السوق 50 مشروع يجيبوا فلوس، ما ينفعش انت تعمل جزم تصنع جزم تعمل فساتين وتعمل بدل في نفس الوقت. انت متميز في ايه؟ لو تميزت في شيء سيأتوك الناس بالالاف بالالاف، لكن لو لم تتميز مش هيقول. فلذلك انتوا تميزتوا دلوقتي في العمل الطبي، العمل الطبي في الداخل يعني في يعني فيها فيها في مجالات كثيره جدا، تميز في مجال ما حدش عارف يشتغل فيه الا انت، انت الاول هيقولك توابير، حتى لو كان عندك مصدر دخل واحد هتعدد هذا المصدر ده مصادر اخرى. ولكن ده بيجي بعد عمل، لان يعني اول 5 سنين في الاغاثه الاسلاميه انا كنت ماشي في الشوارع اوزع اوراق ادرس مثلا قدام المساجد بصندوق اجمع فيه تبرعات، كنت بسافر هنا وهنا 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 يعني بمشي على البيوت احط فيها الاوراق بنفسي انا، ما كانش حد يعرف اغاثه اسلاميه. كان عندنا في رمضان عربيه اسمها عربيه اللي هي ايه؟ عربيه الخير يعني اسمها كرفان تور. اول يوم في رمضان يوم العيد احنا سايبين اهالينا فرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا لغايه العيد. طب نفطر مع اهالينا ولا بننام مع اهالينا ولا بنسحر مع اهالينا في رمضان مده 5 سنين. ساعتها كنا بنقول اداك اسم احنا عايزينك بس تعرفوا الاسم. خد منها كام؟ 5 سنين بس عشان تعرف الاسم. بعد كده هو خرجنا للعالم الخارجي. لان اصبح لنا اسم. تميز الاسم ده في 91 و92 و93. في 90 حصل في 89 حصل في زلزال مفردان السودان. كان لنا اسم في الشارع. وجمعنا في 2 أسبوع 3 ربع مليون جنيه استرليني. وعندها لسه مكتب غرفه غرفه واحده بعد 5 سنين و6 حركات. في سنه 90 كان في زلزال في ايران، جمعنا نفس المبلغ، لا كان في بقى الانترنت ولا اي حاجه، ودي ايران الناس كانوا يقولوا دول شيعه، مش حاجه اسمها شيعه وسنه، مش حاجه اسمها شيعه وسنه. امتى؟ كان في سنه 90 جمعنا نفس المبلغ. سنه 91 كان في بنجلاديش، فدان في بنجلاديش سألوه 25 مليون نسمة كانت تحت المية، لأن أصبح لنا اسم بعد 5 سنين الأولى، والاسم ده أصبح يبقى فعل مجتمعي خارج حدود الوطن اللي احنا فيه. كانت 92 كانت البوسنة صح؟ قبلنا احنا وغيرنا بلاء غير منقطع النظير، خرجت هبت ليها كل الجمعيات العربية والإسلامية في العالم كله. 92 أصبحنا حيثية تأتيها لهم من تحت تعطيها فلوس. في 94 95 جت الشجاعة، كنا مستعدين، كنا خلاص عدينا من 84 ل 94 10 سنين. خدت بالك جت 99 جت كسر وجت 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 وجت، مفيش حاجة هتطلع بعد عشان بمحر. انسى ان ابنك او ابنك اللي بتخلفيه النهارده هيخش الجامعه بكره. صح؟ ينفع؟ اشمعنى انا في حياتي الشخصيه بعمل التطور ده والنمو ده وفي حياتي المؤسسه انا عايز النهارده؟ ما ينفعش. حتى لما تروح في مكان جديد تشتغل فيه الناس مش عارفاك.
بس لازم الناس تعرفك عشان تثق فيك وبعدين ما كان تتعامل معك. مش لان انت مؤسسه عالميه وكذا وكذا كل الناس هتجي لك، لا ممكن ناس يقول لك ده مخلصين كويسين سوري كذا، يقول ده حراميه مش كده برضك المجتمع بيقول كده؟ وتقال عليها ان هي متقال عليها يا عم متقال عليها. فلذلك الجزء النظري منه انت تحوله عملي بانك تخلي الناس تسعى الى المنتج اللي بتقدمه. اللي بحاله ترجع منتج مالك اسلامي كله؟ بغض النظر بقى انا مش عايز تكون عن نفسي انا، انت ايه منتجك اللي بتقدمه للناس؟ كل واحد بيحدد المنتج بتاعه. انا والله هحدد منتج الفيرست ميديكال كير اسمه ايه؟ هيلث كير. اعمل العيادات اللي هي البسيطه دي اللي هي بتاع الدياجنوستيك. او اعمل المستشفيات اللي يوم واحد اللي هي دي كير سنتر. متميز فيه. لو كنا بقى احنا بنزور جمعيه خيريه عامله عيادات اسنان. في دهوك وفي اربيل. تخصص في شيء. لان في الاول احنا بنشتغل عموم زي ما انتم بتعملوا، بعد كده نتميز في شيء. وتلاقي اغلب الصناعات العظمى بدات بعائلات صغيره. كان فاكر الاخ بتاع هنا امريكا بيتكلم على صناعه الساعات في سويسرا، بدات بعائلات. والعيله دي علمت ابنها وحبها. لا اتخرجت اصبحت مصانع. مجموعه العربي اللي نسيت اقولها لكم في مصر اللي بتاع توشيبا العربي. الشاب بدا طفل يتيم في القريه فقط تعلم القران في الكتاب. نزل مصر وعنده 11 سنه، كان اخوه بيشتغل هناك، اشتغل بيبيع في محل من المحلات. خد اول محل وعنده حاجه و20 سنه شركه مع واحد. كان راس سنه المحل ده 5000 جنيه، شوف مثلا من 7 سنين كان بيبيع قدام البيت عشان يكسب في القريه. لغايه ما حاجه و20 سنه بقى شريك في محل. ركز بقى بعد كده. حتى القاعده بتاعته التجاره عرفها تعريف مختلف. قال لك انا اتاجر عشان ابيع مش اتاجر عشان اكسب. شفت بقى الناحيه المجتمعيه ازاي؟ الفرق بين البيع وبين الكسب. انا اساعد عشان اخدم. اساعد عشان اتجوز. اساعد عشان اوصل. فقال لك انا مهنتي اللي هو التميز ان انا اتاجر لكي ابيع لازم اجل الكسب. النقطه الثانيه انك انا اتاجر علشان اوفر فرص عمل للشباب كل سنه. فحط الاثنين دول قدامه. بدا في الستينات ب 2000 جنيه لما مات كان عنده مجموعه فيها 15 شركه يمكن 20 او 30 الف موظف مصانع ما شاء الله. محمود العربي لو عملت جوجل حاج محمود العربي هتشوف محمود. وده بدا يتيم ما دخلش مدرسه، دخل الكتاب. يعني ما دخلش متخرج من كذا واخد دكتوراه وكذا، لا عيله فقيره رحمه الله. محمود ما كنت سنتين ثلاثه. انا بتعرف احد ابنائه لانه كان ايه طبيب جراح بتاع عظم. تخيل انه ركز وحدد نيته في هدف مواجهه نبيل. انا هكسب هكسب بس ما يكونش هدف الكسب، هدف ان انا ابيع. لان كلما ازداد البيع كلما تحرك راس المال في المجتمع. كلما بكثر التحرك راس المال في المجتمع يبقى في فرص عمل اخرى ازدادت. يعني بدل مثلا عندي مليون، لو دار مرة واحدة في مجال المليون، لو دار 5 مرات أو 10 مرات يبقى ال10 مرات دول هيوفروا فرص عمل أخرى. نفس المليون. لأن يعني مليون بيطلع قد مليون؟ مليون بيروح سجلت إزاي؟ وفي كل مؤسسة بيجي لها فلوس دي بتوظف وبتستثمر في نفسها. فلذلك كلامك وأنت محق فيه، بس لابد نتعلم إزاي نركز علشان الناس تأتينا فيما بعد. احسن محل مثلا في سوريا بيبيع حلويات ايه اسمه انت؟ مهروسه. ايه؟ مهروسه. هل هو محتاج يروح للناس ولا الناس بتجي له؟ الناس بتجي له لان عمل اسم. احنا بنتكلم في البيك في العربيه واحنا جايين. بقول لك ان البيك احد منجزاته
اللي هو شارك ربنا في الرزق بتاعه. انا على كل فاتوره هاخد ريال لله، ريال لله، فقارن البيت بالاماكن الاخرى. قد نقول هي نفس الوصفه نفس التوليد، لكن هنا في شريك بيكذب، يعني عشان لما تدعي ربنا ليكي بيأتي يمنعه من قدرات وملكات وابعاد وحب وبركه الى اخره، لكن لما تشكيش معاكي هاتك لوحدك معايا، لكن انت من حقك ولا انت سند عراق. نعم عراق ولا سوري؟ نعم عراقي الكل. وانا عراق كل مش واخد بالك كل. جزاك الله كل خير استاذنا. احنا يعني نريد نبقى مع حضرتك للصبح. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي واحده وربع. راحتك، هم اللي يقولوا امشي همشي، اقعد مش انت عمرك هتعمروني بان امشي امشي، اجلس اجلس، اقف اقف. لو في حدا من الشباب من الداخل من الرقه من دير الزور، هذا فرصة لي ان انا اتعلم، يعني يا شباب اللي في الداخل انا عايز اتعلم منكم، ما تحرمونيش من نصيحة. زين اقدر اسال؟ ها؟ اقدر اسال بقى؟ بده يسال سؤال ثاني؟ اسال سؤال ثاني. اوكي، يعني انا فهمت النقاط الاساسية وفرض الهوية والتخصص، يعني هاي كلها أنا أشوفها من ضمن المؤسسات، الشركات، حتى كدولة، كعائلة تقدر تأمنها تسير. زين، هو حضرتك من يعني أسست وبدأت، خلينا نأخذ شوية نرجع التاريخ، خلينا نأخذ من خبراتك. أنا يعني أتجوزت مرة عراقية. يعني هو دون كنت تغلط توقف لو كنت تكمل كنت يعني من تغلط. أنا لي أخطاء كثيرة جدا أكيد، وإلا ما وصلت ولو تعلمتش منها كنت سنعاد معك الوقت. أحد الأخطاء كانش عندنا كانش عندنا إدارة مالية قوية في 95، والتوسع في الأموال أكثر من الموجود في الدولة. طبعا الناس كانوا عارفين إن أنا إيه الرئيس والمؤسس وكذا، فكان ادفع 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 الى في يوم من الايام انا مش فلوس. كان ممكن اترفض صح؟ صح؟ لكن لو انا ما رفضنيش هنفصل يعني. راح عندي فرصه. تعلمنا منها ايه بقى؟ عملنا مجلس دوري للمؤسسه التنفيذي يحجم من عملي. كنت عامل زي الصاروخ قطف سريع. لا ما تمشيش لوحدك، امشي مع دول اثنين راحة. لما اثنين إدارة مالية قوية جدا علشان تقول عندنا ولا ما عندناش. انت انت الرئيس بس ما عنديش فلوس، اقول لك منين؟ شغل الدرويش القديم اللي انا عملته ده ودانا في 60 دهب. خلاص؟ انا بقول لك عن نفسي. لدرجة ان الاخ اللي اسمه هارون عطا الله هو كان هو تشارتر اكاونتنت اشتغل في مؤسسات بسم الله ما شاء الله بسبب الاغاثه طبعا. اشتغل في مؤسسات في المانيا مش عارف اسمها ايه، يعني حاجات من ترانسبارنسي انترناشونال، حاجات كبيره قوي تخينه دي. اتفقت انا هو قلت له شوف هنعمل احتياط استراتيجي، اوعى تقول لي عندك كام. اوعى، لان انا من النوع ان انا لما اشم اسقط. وانت ايه؟ جراند سينيور اوفيسر. جراند بتاعت الفلوس؟ لا قلت لك يا هارون اوعى تقول لي عندك ايه. فعلا لدرجه ما لقيت في يوم من الايام بيقول لي احنا عندنا 5 مليون احتياط استراتيجي. قلت له هات. قال لي بس ده بناء على تعلمنا من الخطا. وهنا حكمه الامناء. قال لك غازي في نقاط قوه كثيره جدا، اخطا خطا كبير، انا اغفر له المره دي، لكن نغفر باصلاح. الاصلاح لتحقيق غازي ان عملنا له مجلس اداره عشان ما يفكرش لوحده، ما يسافرش لوحده،
لا يجريش لوحده. والإصلاح الثاني داخلي اللي هو نعمل إدارة مالية قوية. مش ده الإصلاحين اللي حصلوا. لو لم يحدث هذا الإصلاحين لكانت أغلقت الأسرة. مش عيب إن أنا أخطأ، مش حرام، مش حد يعني معصوم، ومش حد ما بيعملش ذنب. ده ربنا خلقنا كده، خلق اختار فينا كده، الحرام والحلال. فأنا أتكلم عن الناس، الحمد لله تعلمت. فالأمر الثاني إن إحنا ركزنا في أنتوا مشكلتكم كسوريين، أقول لكم مشكلتكم إيه؟ المشاكل كتير. لا كتير بس لا. المشكلة إيه؟ إن أنت كجمعية ما عندكش وطن أنت مسجل فيه. عندك وطن يعني عندك شعب، عندك شعب يعني عندك مجتمع. وانا في بريطانيا كان عندي وطن، كان عندي شعب، كان عندي مجتمع. ده هنا بلد غير مسلمة، وطن مستقر اللي هو بريطانيا، وعندي شعب مسلم فيها دلوقتي بقى 4 مليون مسلم، وعندي مجتمعات فيها. ودول كانت القاعدة بتاعتي عشان اقف عليها. انت مش عارف شعب على القاعدة السيئة، ممكن في اسمك دي في فرنسا يبتدي يعمل مجتمع يساعد المجتمع المسلم الفرنسي. احنا بقى في الفترة دي الفرق بيننا وبينكم ان في ألمانيا، سويسرا، السويد، بريطانيا وأمريكا وكندا، استراليا، جنوب أفريقيا عندنا وطن وشعب ومجتمعات ممكن تطلع منها مئات الملايين. مشكلتك ان انت احسن مني كسوري في التربيه والتعليم وكذا وكذا وكذا، بس ما عندكش القاعده الصلبه تقدر عليها. انا بالرغم ان القاعده الصلبه اللي انا واقف عليها في الغرب لانها قاعده، انت قاعدتك مش عارف تعملها في تركيا. صح؟ اغلب الاستاذ السوري مش عارف يعمل قاعده في تركيا. في الداخل السوري مين هيديك فلوس؟ مفيش حد. وبالتالي ده الفرق بيننا وبينك عشان ايه؟ ما تجلدش نفسك اكتر من لازم. اوعى تجلد نفسك اكتر من لازم. لكن نرجع مره اخرى، ابدا بسيط ومؤثر. بسيط ومؤثر. وخلي بداياتك تكون بناء على ما يطلبه المحتاج. لا ليس ما يطلبه المدير وما يطلبه المانجر. وده انا بقوله لك اسمك ايه؟ احمد. حماده. ما تجريش هو المالك. مالك عمل زي البنت المدلعه الحلوه. بيجي بقى 50 واحد. صح؟ تضحك ليه انت؟ مالك انت؟ متجوز عشان عجبني الفكره بس. عالم دول ما ينفعوش يشتغلوا في عمل انسان، هيرفضوا. الناس سوشيال ميديا. ما عنده سوشيال ميديا. المهم يعني الورق المالح، المالح زي المنظر انا قلته ده، الكل بيرجع عليه، فبيكتب انا ايه ينقي. طب انا حدد ده كذا، حدد ده كذا، حدد ده كذا، حدد ده كذا. خليك نفسك انت المانح لنفسك. وزي ما قالها الشيخ الشعراء رحمه الله عليه، من لم ياكل من فاسه فاس لن يستطيع ان يجعل او يخرج قراره السياسي من رأسه. وقاعده الاقتصاد في كل مكان في العالم هي الارض. هي الارض يعني هي الزراعه. هي اثبت بكثير جدا من اي بناء اقتصادي او اي مكون لبناء اقتصادي. هي الارض تحت رجلك في ذهب، تحت رجلك في بترول، تحت رجلك في زراعه. اغلب شبابنا سهل جدا شغالهم مشاريع زراعية، صح؟ لأنها مش مهنية مهنية عالية. مشاريع تربية الحيوانات، لكن احنا بنروح لا حاجات تخيلة لأن المالح عايزها كده. لكن لو أنا استثمرت في الزراعة وتربية الحيوان والحرفيات هتلاقي أغلب الأخوات اللي قاعدين دول عندهم كنوز ربنا حطها فيهم. لأن الأخت أكبر قدرة على إنها ترتكز وتقعد عشان تفلي وتعمل حاجة.
لأجمل السجاد في العالم تعمل النساء. الرجل ده عامل في عروض بنقط. تضحك علي انا ما بقولش نقط. والله انا بتكلم كلام خطير. والله عشان. لايك وشير كمان. ها؟ لايك وشير سبسكرايب. المهم. فالثلاث حاجات دول وسوق الشعب. وسوق الشعب. مش مكلفين. لكن بيحركوا المال في المجتمع. ثلاثة دول نهتم بهم السوق الشعبي والحرفيات وزارة التربية الحضرية هتلاقي انك بدأت تبدأ شيء يستطيع كل او اغلب ابناء المجتمع يكونوا معك فيه. لو محتاج لتعليم ولا نظريات ولا كذا ولا كذا. والمرأة اللي قاعدة في بيتها ولادها تنتج اي حاجة وتبيعها في السوق الشعبي. بتاع عينيا دي بس مين اللي هيدفع الفاتوره؟ انا شفت الدوكيومنتري من الجزيره. تعالى بيضحكوا عليك. 1981 من قررت الانشاء 84 من بديت الانشاء وبديت كاسسها يعني الرؤيه استراتيجية اللي أخذتها بعين الاعتبار هو أن أنت تأسس مؤسسة وطنية. هل مش النظر عشر رؤية؟ لا حلو خلي أعدل نفسي. الرؤية استراتيجية هو أن أنت تأسس مؤسسة وطنية مصرية والرؤية كانت أن أنت تأسس مؤسسة عالمية. أقول لك أنا ما كانش عندي أي رؤية ولا أي استراتيجية ولا انه لفنكوش. الفيلم اسمه الفنكوش لو عملت فنكوش هتلاقي عادل امام من بلد. فعادل امام في الفيلم ده كان بالتسويق فمش عارف شيخ التسويق وعملوا شيء علشان يصوروا الناس فهو نزل كلمه الفنكوش دي وده بقى التلفزيونات والراديو والصحافة وكذا 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 وانتشرت الكلمة إن منتج اسمه الفنكوش. فاسم مركز إدارة الشركة قاله أحمد رازق الله يرحمه أحمد الله يقول له الإعلانات اللي أنت عم تعملها مكسرة الدنيا مش عم تعملها ما تعملش إعلانات. قال معلش بقى الراجل بتاع الإدارة عمر قال له هتخرب بيتي. قال له هتخرب بيتك ليه؟ قال له عشان ما عندناش فنكوش. وقف الاعلانات. قال له ازاي وقف اعلانات وانا عندي الوقت ده طلبات بنص مليون جنيه علشان يشتري الفنكوش. قال له ايه هو الفنكوش؟ قال له اعمل اي حاجه وسميها فنكوش. لما بدانا في 84 اوعى حد يقول لك ان انا كان عندي رؤيه او عندي استراتيجيه او عندي الهام او رباني. كل كلام هي كلمه واحده حبينا نساعد اللاجئين والنازحين فقط. ركز فيها يعني حدد الهدف وتركز فيه. الهدف ده زي البذره لابد تجد لها ارض صح ارض خصبه وميه صالحه تقف جنبها زي الفلاح لغايه ما تنبت. وده انا قلتها في 5 سنين اولانيه ما كانش فيه استراتيجية ولا رؤية لغاية سنة 90 و91 لما بدأنا نخرج بإيه من بريطانيا نقول لا احنا عايزين نفتح مكتب في كل مكاتب مكاتب أوروبا دي بقت رؤية. خرجت من المحلية في بريطانيا بعد ما إيه؟ بعد ما لفيت كل مدن بريطانيا وشوارعها علشان توزع الورق عشان توزع اسمك تقول لهم أنا أحمد أنا عندي رسالة معينة. فبدأ بريطانيا تنبت معاك الدخل اللي كان. وطلعنا من 5000 جنيه 10000 جنيه نص مليون لمليون. من بريطانيا نفسها. لما خرجنا في الخارج كان عندنا مليون. يعني احنا أنا فاكر في جلسة من الجلسات نفتح مع 85 أو 84. 84 في أغسطس 84 جاتنا واحد بقى 1000 جنيه. أنا وإحسان قعدنا ناخد بعض الفلوس ونكبر. في يوليو اغسطس 84 اكبر تبرع جالنا بعد 8 اشهر 1000 جنيه. قلنا الله
وفي الاخر قلنا الالف جنيه ده بيساوي مليار جنيه. كان دي نيتي انا واحسان. فهكذا تاتي المليارات مع بعض. لان ربنا استجاب لك وانت بتحمده وتذكر ده شكرا على الالف جنيه. فجعل لك لا ادري كم من المليارات جمعتها الاسلام على العالم الان في مسيره 40 سنه. بذرتك لازم تقف جنبها. وبذرتك هي مؤسستك اللي انت واقف جنبها تحميها بكل ما اوتيت من قوه وفكر ومكانه وقدره ومقدره. تدافع عنها وتصفى عليها. الفلاح الخايب اللي بيسيب البذره بتاعته او ارضه لمهندس. الفلاح الشاطر اللي بيجيب مهندس ويقف جنبه. هنا بقى بتيجي الرؤيه. والاستراتيجية اللي بدأت في التسعينيات يعني بعد 6 أو 7 سنين. وأول شيء نفذناه في الاستراتيجية تعرف إيه؟ قول لي إيه؟ 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 أول شيء نفذناه إن إحنا سجلنا في الأمم المتحدة سنة 1993 يعني في أقل من 10 سنوات كنا في المجلس الاستشاري الاقتصادي للجمعية للحكومة الأمم المتحدة عشان نخش المطبخ ونعرف هم بياخد طبخة ازاي. بس ده من ايه؟ مش من اول يوم، اول يوم تمام معاه شاحن. اصبح لنا مسيرة في 10 سنين ودخلوا ميزانيات ومشاريع ودخلنا على الأمم المتحدة. ودخلت لما دخلت في مجال الاستراتيجيات والرؤى هي بتنمي نفسها بنفسها. كبرنا. وانا خدمت. شكرا جزيلا استاذنا وجزاكم الله كل خير. ما بعرف اذا في حدا كمان عشان ما اصابك. عندي سؤال. تفضلي. السيده ايمان، اخت ايمان. اوكي. جعلنا الله من المؤمنين بك. امين. تفضلي. يعني السؤال شوي له علاقه بالاسم. يعني انت عم تقول الاغاثه الاسلاميه واللي هي انتشرت في وفاتت عن الامم المتحده وبكل بريطانيا وكل هدول الدول اجنبيه. هن بعرف انا هن عندهم نظره للاسلام انه وخاصة داعش وهالقصص. لسه بنتي عرفت، لسه ما عرفت اسميها. تمام. يعني أحيانا الاسم لحاله ممكن يعطي فكرة. طيب. تصير رفض. أنت هترجعين دلوقتي 30 سنة لورا. سلام. وهاللي 30 سنة لورا، حصل الحوار ده مع المكتب فرنسا في 1994. كان في تنقلات في فرنسا من شباب متحمسين في القطارات. قالوا عايزين نغير الاسم. لا مش هنغير الاسم. لابد يتعامل العالم مع مؤسسة إسلامية لها منهج حرفي مهني إنساني عالمي. خلاص؟ وفعلا حافظنا عليه، دخلنا في كل اللي بتقول عليه ده. أنا متهم، أنا شخصيا، لأن بعض الناس بيقولوا عليا كذا وكذا وكذا. دراسة إسلامية كانت متهمة. وحاربها الحين حكومات او بعض الحكومات. لما تحارب الحكومه تعرف قدرك. تعرف قدرك بان تعرفي من هو عدوك. لو كان عدوك اسد يبقى قدرك قدر الاسد. فار يبقى قدرك قدر الفار. لما حكومات تعمل عمالات مصروف عليها ملايين. عمالات بنسميها ايه؟ سباينج يعني اللي هو تجسسية. اسبيونج. وانت طلعت التقارير قريبا وجات جريده من الجرايد كشفت كل هذا الجهاز. لما تقف قدامك حكومه واثنين وثلاثه اللي عارف القدر وقدر وصولك للمجتمع. لكن ده ما يمنعش ان احنا نعمل مؤسسات باسم اخر. لكن لابد يكون لك هويه. احنا في الشيشان مثلا كان كنا بنشتغل ايام بدانا الشغل هناك من 95 96 لغايه الان. بعد 99 كبر العمل جدا. كانوا دايما يجيبوا الاخ محمد كنسور من عندكم. كان موجود هو دلوقتي في كبرتين بكاري. كان كل شويه يجيبوا محمد الامن عن 7 8 دول امنيه في 7 8 دول جمهوريه من الداخل.
قولوا له بسبب في الدعوة، قولوا له ما فيش دعوة، قولوا له انت تعالى. انت اسمك ايه؟ اسم محمد، اسم الدعوة. خلاص؟ انت ما عندك ده؟ قولوا ده دعوة. اسم مؤسستك؟ دعوة. فهم بصوا الموضوع ازاي؟ لكن وانت بتشتغل بتحافظ على نفسك بعد 20 سنة، بص هذا المجال الصعب هيحتموك الناس كلها. كنت اعلم. اصل بيقول لك الدعوه مش بتطلع قران وحديث وجبت ائمه، لا. انت لما تروح توزعي الفلوس انت دعوه. انت جابس حاجات. ده مش حاجه. لكن كان انجح مدير برامج في الاغاثه على مستوى العالم كله كانت اخت شيشانيه اسمها ناتاشا، ما كانش محضر. لكن ما كانش تعرف تضحك. صارمه. الامن ياخد مسافه منها. النازحين يقربوا لها ممنوع حقوقهم. في التلج تشتغل، في المطر تشتغل، في الشمس تشتغل، في الحرب تشتغل. بحبها جدا. لانها امراه كالف رجل. وده ما ده دور المرأة في الايه؟ العمل الاجتماعي، العمل الانساني، العمل الانساني. فبالتالي الاسم على حسب ما تنفذيه، لو انت هتعتمدي في تنفيذ الاسم على الايات بقى القناه فقط كانك بتقتلي نفسك في مخك. لان الايات احد الوسائل لمعرفه كيف تعيشين او تنفعين هذا المجتمع. الارض يرجع بها للصالحين، مش كده معنى الايه؟ الأرض يرفعها مين؟ العباد الصالحين. مين هم العباد الصالحين؟ مين هم الزيادة بتاع المجد؟ يا طب ما أعرفش. من هم العباد الصالحين؟ اللي ما يكذبون واللي يصعدون واللي يتصرفون. كويس، أدي حاجة أهو. مين تاني؟ اللي بيعرفوا يشتغلوا الأرض. اللي بيشتغلوا الأرض. صحيح. لأن هو ربنا خلق الإنسان للإصلاح الاجتماعي والبناء المجتمعي واعمار الكون. لان القران ليكي، الحديث ليكي، السنه ليكي، لكن عملك للمجتمع لكل المجتمع. زي كان في خمس اركان في الاسلام، اربعه ليكي واحد للمجتمع. الصوم والصلاه والزكاه والحج لمين؟ ليال؟ لا الزكاه لا. الصوم والصلاه والحج والشهاده ليال. لكن الزكاه لمين؟ المجتمع. وشوف الذكاء هو الركن الباني للمجتمعات. معايا؟ وضعت الإجابة؟ جزاكم الله عنا كل خير. احنا عندنا لسه لقاء مرة ثانية على الغداء، هو عشاء مبكر راح يكون في اوبن سبيس مع فريق كبير، والشباب الرقة راح يطلعوا على نهر الفرات نيالهم يعني هاو لاكي ذي ار. أحلى. بس ان شاء الله نطلع معهم. لا احنا شهر سبتمبر نطلع معهم ان شاء الله تعالى. شهر سبتمبر نطلع معهم ان شاء الله باذن الله. فجزاكم الله عنا كل خير شباب الداخل، الله يعطيكم العافيه شباب الاونلاين. وان شاء الله هي مجرد تعارف، بدايه تواصل ان شاء الله وتشبيك، وراح يكون في زيارات اخرى نتمنى. يشرفنا استاذنا دائما ان شاء الله. والزياره القادمه في الطبقه على نهر الفرات. جهز حالك دكتور ازاد. السمك شو اطيب سمك؟ ولا برسم. شكرا شكرا جزيلا وتحياتنا استاذنا.